think there is, there's kind of been a lot of rush to get Do you know what? I'll film the shot. Concept, but...
Thank you.
Thank you.
Yeah, you just three from a staff.
I think it's the best plan to record it and send it to them. Otherwise, it will charge you a lot, you know? Because the battery of the TV doesn't last long, especially like those days. So, recording, say to them, look, receive the record, play the battery. Do you think it's gonna rain? Seems like, no? Yeah. I don't trust that weather case because most time they let me down. Yeah.
not just this bloody road. Thank you.
Thank you.
كم باقي معنا من الوقت؟
الصوت ما أعرف متى صوت ولا قصيدة. أنا سمعت أنت كويس. أرفع فقط شوي الصوت. Thank you.
تشوف لي بريطاني متهم وبالتالي وجه مصادر الاتهام إليه. هذه الحادثة عادت موجة من الغضب هنا في لندن في العاصمة البريطانية من طرف البريطانيين، خاصة من طرف النساء والجمعيات الحقوقية التي تدافع عن حقوق المرأة على اعتبار أنه طالبت من الشرطة والحكومة البريطانية بتوفير المزيد من الأمن للنساء على اعتبار أن حالات التحرش والاغتصاب مرتفعة جدا في المملكة المتحدة مقارنة مع الماضي. خلال العام الماضي 58 ألف حالة بين اغتصاب وتحرش. ترى بعض التقارير وبعض الجمعيات الحقوقية أن التفاعل معها كان ضعيف جدا، وأن من تمت معاقبتهم كانت نسبة قليلة جدا لا تتجاوز 1.4% بحسب تلك التقارير. قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان سينظر إليه البرلمان اليوم، وهو مرتبط بحق التظاهر والاحتجاج. نحن نعلم أن المناهضين للعنف ضد المرأة تظاهروا ليلة السبت وليلة البارحة في خرق للإغلاق العام بدون أي ترخيص، احتجوا في مناطق عدة. المحتجون يرون أنه من حقهم التظاهر في المناطق العامة بدون ترخيص. الشرطة تقول أنه لا بد من ترخيص لتنظيم الوقفات. نحن نعلم أن الشرطة البريطانية عادة ما ترافق المحتجون وتوفر لهم الأمان، بمعنى أنه كل من يطلب الترخيص للاحتجاج لا يرفض تقريبا بنسبة أكثر من 99% تتم الموافقة، وبالتالي الشرطة ترى أنه لا بد من إشعارها بأي وقفة حتى توفر الأمان للمحتجين وكذلك للممتلكات العامة. حزب العمال يرى أن مشروع القانون الذي سيقيد جزء من الاحتجاجات بأنه مرفوض، وعارضه بشدة وطالب بالدفاع عن الحريات وحق الاحتجاج وحق التظاهر. في ذات السياق طالب حزب العمال الحكومة بالمزيد من الإجراءات لحماية حقوق المرأة من التحرش والاعتداء والاغتصاب. Yeah, we don't know how to get on.
Sir, is the press after this week?